يا صباح الورد والياسمين على حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أحلى صوابع كنافة سادة من غير أي حشوات، وهتطلع معانا ممتازة زي الجاهزة بالظبط، زي اللي بنشتريها من المحلات، مقرمشة من بره ومن جوه طرية وزي العسل بالشكل ده. مش هنحتاج أي حاجة نحشيها بيها، هنكتفي بس إن احنا نعملها سادة. طبعا الشربات انا عملته معاكم اكتر من مرة، كوباية سكر وكوباية مية وعصرة ليمون، وبسيبهم يغلوا على النار 7 دقايق، وبعد ما نزلتهم من على النار بضيف ربع معلقة فانيليا، ودي اختيارية بس بتدي الشربات ريحة حلوة. هنا جبت الكنافة، دي كنافة فريش بالشكل ده، مش الكنافة الفروزن اللي احنا بنشتريها، ده اول مرة انا الاقيها هنا بصراحة كنافة الفريش، فانا جبت منها العلبة دي نص كيلو، وحبيت اعملها صوابع كنافة ملفوفة. طبعا بجيب الكنافة بالشكل ده وبفككها علشان ما يكونش لاصق في بعض، علشان لما الف الكنافة تكون معايا كده متساوية ما فيهاش تكتلات، زي اللي بصرح لها كده بالظبط. وباخدها وبرمها واضغط خالص انا وببرم علشان ما تتفككش معايا، مش هضيف سمنة خالص دلوقتي. وعلى حسب مقاس الصباع انت عايزاه كبير صغير، وبعد كده بقص. الجزء المقصوص من الكنافة ده بخليه في الصينية من تحت بالشكل ده. هعمل كل الكمية واحاول اضيقهم على بعض علشان ما يفكوش معايا. طبعا الكنافة النهاردة دي انا هعملها صيامي، لو موجود عندكم سمنة نباتي احنا بنسيح السمنة وبنسقيها بيها، لكن لو ما فيش سمنة نباتي بنعملها بالزيت عادي خالص. طبعا لو فطار احنا بنستخدم السمنة العادية، ولو كمان عايزين نحشيها بحط المكسرات اللي احنا عاوزينها. المهم النهاردة انا اعملها صيامي، انا عندي سمنة نباتي فانا هسقيها بالسمنة النباتي. طبعا انا وبلف بحاول الم كل الشعيرات الصغيرة دي علشان ما تبوظش معايا الشكل انا وحطها في الصينية. تعامل معاها بالراحة خالص، هتطلع معانا أحلى صوابع. هكمل باقي الكمية زي الطريقة دي بالظبط. النص كيلو كنافة طلع معايا صينية مقاس 26. بعد ما خلصت لف الصوابع بصراحة ما اخدوش معايا وقت خالص، يعني هسقيهم بكوباية السمنة دي طبعا علشان اقدر اسقي كل الكنافة بالكوباية دي، بس هستخدم المعلقة. طبعا بالمعلقة كده هسقيهم علشان اضمن انه كل الصوابع اتشربت بالشكل ده، علشان ممكن انا بالكوباية ما اتحكمش في ايدي كويس وهلاقي صباع اتسقى اكتر من التاني يعني، لكن بالمعلقة هكون متأكدة اكتر اني كله شرب زي بعضه. بعد ما بسقيهم بالشكل ده بدخلهم الفرن على درجة حرارة أعلى من المتوسط، وبسيبهم في الفرن لحد ما ياخدوا اللون من تحت. لو في حالة ان الفرن بتاعتنا ما بتحمرش الوش من فوق، بعد ما ياخدوا اللون من تحت بشغل لهم الشواية، لكن لو الفرن بتاعتنا بتحمر فوق وتحت في نفس الوقت اوكي تمام. بالشكل ده بدخلها الفرن على درجة حرارة أعلى من المتوسط،
اطلعهم بالشكل التحفة ده. ده اللون اللي انا حباه، يعني لو انتوا عايزين تغمجوها اكتر من كده اوكي، لو حابين يعني تكون فاتحة تمام برضو. وبعد كده بسقيها بالشربات على طول، الشربات ساقع والكنافة سخنة. بعد ما بسقيها بالشربات بسيبها في الشربات حوالي دقيقتين، وبعد كده بطلعها من الصينية علشان انا مش عايزاها تتشرب شربات كتير، يعني ما تكونش كده مسكرة زيادة عن اللزوم. الكنافة بتاعتنا بعد ما خلصت مفيش أسهل ولا أحلى ولا أطعم من كده بأمانة، حرفيا أحلى من اللي بنشتريها من بره. سهلة خالص، مش مكلفة نهائيا، يعني سادة طالعة زي العسل، أحلى من المحشية كمان، ملهاش حل بصراحة. أتمنى الكل يجربها، أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. مفيش أحلى من كده، يكفي بس إنهم عمايل إيديكم. لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك عشان يوصلكم كل جديد. فولو على الفيسبوك مطبخ كاما. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. سي يو، باي باي.